من فريق العمل تحية إلى كل مشاهدي تلفزيون لبنان بلبنان وبالعالم، وحلقة جديدة مع وليد عبود. أهلا بفخامة الفراغ. فبلا تردد مضى القص الجمهوري قبل يومين إلى شغور طويل، ومنه إلى حروب رئاسية عبثية، وقواعد الاشتباك انفتحت على محاور كثيرة بعدما أعلن الرئيس عون قبيل مغادرته القصر ترشيح صهره جبران باسيل، وقد أثار الإعلان هذا قنبلة صوتية لا يزال صداها يتردد رغم نفي باسيل أنه لا ينوي الترشح. لكن على رئاسة أي جمهورية رشح عون باسيل؟ الجمهورية الثانية أم الجمهورية الثالثة؟ فالجنرال الذي دخل بعبدة للمرة الثانية في 31 تشرين الأول 2016 وخرج منه رئيسا سابقا للجمهورية في 30 تشرين الأول 2022 هو آخر الشهود على اندثار الجمهورية الثانية، بعدما كان شاهدا أيضا على اندثار الجمهورية الأولى عندما دخل القصر في المرة الأولى في 22 أيلول 1988 رئيسا للحكومة العسكرية، وخرج منها أيضا في 13 تشرين الأول 1990 مسلما البلد إلى جمهورية الطائف التي سرعان ما تحولت إلى جمهورية الطوائف. بالتوازي مع إفصاح الرئيس عون بشفافية عن رغبته في التوريث، باسيل قطع الطريق بالأمس على كل الموارنة، الكبير والصغير والمقمط بالسرير، على طريقة أنا أو لا أحد، وبدأ كمن يعاني حساسية مفرطة حيال زعيم تيار المردة سليمان فرنجي الذي اعترف ضمنا بأن حزب الله يتبنى ترشيحه للرئاسة. انطلاقا مما تقدم، إلى متى ستبقى الرئاسة معلقة؟ وأي تداعيات سيرتبها الشغور المزدوج في الرئاسة والحكومة على البلد؟ في حلقة الليلة أناقش مع ضيفي المحللين السياسيين جوني منير وحسين أيوب الشأن السياسي في جمهورية الفراغين. الأستاذان منير وأيوب، أهلا وسهلا بكما في حلقة جديدة مع وليد عبود. مساء الخير أستاذ جوني ومساء الخير أستاذ حسين. مساء الخير. طبعا رح نبدأ بالمحور الأول، لأنه شهدنا قبل يومين أنه انتهاء العهد الرئاسي، عهد الرئيس ميشيل عون. من هيك بدنا نبدأ الحلقة، المحور الأول مخصص لتقييم هذا العهد بالسلبيات والإيجابيات. أستاذ جوني، أول سؤال، يعني انطلاقا مما تقدم، هل يعني إذا بدك توزن السلبيات بالإيجابيات، أي كف برأيك يرجح أو ترجح بالنسبة إلى عهد ميشيل عون؟ مساء الخير أول شيء، شكرا على الاستضافة. مش أنا اللي أيمت، إذا بدك هو أيام الرئيس عون، وحتى وريثه السياسي أو الأقرب له النائب جبران باسيل حكيوا اثنيناتهم عن يعني عددوا يلي ما انعملوا، بالتالي قيموا سلبا لأنه ما خلوهن أو لأنه صار في عنده المحاربة أو لأنه الفساد، يعني بغض النظر عن الاعتبارات أو بغض النظر عن التبريرات، لكن كان التقييم لأنه طبعا ما كان، مش هيدا اللي كان، وما فشلوا أو أفشلوا أو فشلوا بشكل هيدا أو بآخر، هيدا بده بحث طويل عريض. بس بالآخر بالسياسة لما تفوت، ما السياسة لما بدك تفوت أنت على الدولة بهذا الصراع الكبير، طبيعة الحال بده يكون في عندك أخصام بدهم يحاولوا أنه يفشلوك. هي السياسة أولا هي فن الممكن، اثنين إدارة البلد هي أنك تحسن إدارة التوازنات، وهذه يمكن نقطة يلي كانت لعبت لمصلحته للرئيس فؤاد شهاب يلي كلنا يعني منتذكر أو منتغنى أو منستذكر عهده بالخير، وبالتالي هي حسن إدارة البلد، وليس فقط المسألة منا مسألة تستعمل صلاحيات أو بتبتكرها وبتروح باتجاهها، وإضافة لمسألة يعني يلي نحن بنفتقدها كلبنانيين لهلأ، نحن ما كان ما عملنا دولة، ما كان عندنا ذهنية الدولة، حتى المسؤولين ما قدروا راحوا
مش من هلا، من هلا وبمراحل سابقه كان في عندك صراع طوائف داخل الدوله، وهذا اللي فتح البحث دائما على انه انت بدك يعني تفتش على صيغه تقدر تحمل هذا التنوع يلي هو تنوع متصارع. يعني انطلاقا مما قلت، يعني برايك الرئيس عون لم يحسن اداره التوازنات في الداخل اللبناني، نعم. صح؟ نعم. استاذ حسين هل توافق على هذا الامر؟ لم يحسن إدارة التوازنات اللبنانية الدقيقة جدا. ليك برجع يعني بدك ترجع للتسوية الرئاسية بال 2016. نعم. التسوية الرئاسية أنا اللي عالق أقله بذهني بقول لك إنه التسوية الرئاسية لم تقم على مشروع سياسي. يعني ما إجا قال سعد الحريري وميشيل عون وحزب الله إنه هذا هو مشروعنا السياسي الإصلاحي اللي على أساسه سيحكم ميشيل عون ويجي سعد الحريري على رئاسة الحكومة. أنا اللي عالق بذهني في تلك المرحلة أنه في منظومة مصالح مالية كبيرة جدا حكمت التسوية اللي كانت عم تنصاغ بأداء تفاصيلها بباريس مش ببيروت. بين مين ومين بباريس؟ يعني كان أقله في شخصين عم بيمثلوا اثنين، كان في جبران باسيل ونادر الحريري، وكان العراب هو علاء خوجة. وفاتوا على بيت رحمة بمحلات وفات فلان وإلى آخره، وبالتالي كان عم تركب منظومة مصالح مالية. ما كان عم يركب مشروع إصلاحي للبلد. يعني ما كان في مشروع دولة، كان في مشروع سلطة. مشروع سلطة عم بيفكروا بوقتها أنه بدنا ناخد السلطة، وتبين أنه ما بيلبق له للعماد ميشيل عون، بيلبق له يكون معارض. وقت بتقول ما بيلبق له يعني عم بتقول وكأنه ما نجح. أكيد 100% ما نجح. إيه أكيد. هل انطلاقا من هون وانطلاقا من جو المقدمة، هل يمكن اعتبار انه العماد ميشيل عون الرئيس ميشيل عون هو ملك النهايات غير السعيدة، الجمهورية الاولى الجمهورية الثانية؟ شوف قدروا على ما يبدو بتضيفوا على اسلوبه على ماذا كان يريد من هذه السلطة. ايه انا بوافق على هذا الموضوع، مشان هيك انا كنت اقول لم يحسن ادارة التوازنات، لانه السلطة كمان بدك فيها نوع من التعفف بكل المعاني، وهذا يمكن ميزة الرئيس فؤاد شاب نرجع له دائما يعني. بس ايه نعم لا لم يكن متعففا الرئيس عون، لا كان عنده مطالبه، وهي هاي النقطة يلي جعلت الباقيين لما بتقول انت طيب يا اخي قولها مثل ما هي، رح لك اياها مثل ما هي، معلش بنحكي باللغة الصريحة. طيب الرئيس بري ما سكر علي وعورني، او كان بده هون وانا ما مش انا هون. بوافقه للاستاذ حسين لما ركبت انت معك ركبت السلطه معك بالاول قامت على اساس شراكه مع الرئيس سعد الحريري، وكان ممتاز. بتتذكر المآخذ يلي قامت علي انه انت كان في عندك قلت لي الابراء المستحيل وما كبيته وحطيته على جنب وكفيت انت وياه بشراكه كامله، كان من فوق الرئيس عون والرئيس سعد الحريري، تحتهم يلي كانت العلاقه الصحيحه الجديه الفعليه كانت ما بين جبران باسيل ونادر الحريري يلي قامت على موضوع المصالح. وحتى اذا بدك كان مركب كمان مع حزب الله يلي هي اعتبر يومتها انه هو بيعفيني او انه انا بتجنب الموضوع الشيعي او الموضوع الرئيس بري فيه او تي محاول بهاي القصة. بالحقيقة مع حزب الله تبين انه لما تروح تقول له كنت عدة مرات تجرب تفاضله بينك وبين الرئيس بري يجرب يهرب حزب الله، بالاخر قال لك لا انا الاولوية هي وحدة الطائفة، الاولوية الرئيس بري وانا ما بيتخلى عنه، واعترف فيها الرئيس عون ومع الرئيس سعد الحريري. التبدل يلي صار على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي مع ترامب ويلي إجا وصار في سياسة أخرى ومع الأمير محمد بن سلمان أدى هذا الموضوع لأنه طق، وبالتالي بأول طقة بهيدا ما قدر العكس تبع المصالح يلي بيه إنه يصمد معه في هذا الموضوع. إيه كان عنده مصالحه يعني من الداخل أو من خلال كمان البعض بيقول مؤامرة هون بين مزدوجين التي هي مؤامرة الثورة 17 تشرين. انا لا اؤمن انها مؤامره، ما بديت مؤامره.
بالنسبة لبعدين راحوا يزغلوها إنه في مخطط مخطط مدروس ومدوزن من قبل سفارات معينة. أكيد لا أكيد يعني من الغباء أو من البساطة أو من السذاجة تقول إنه بعدين ما حدا جرب يستثمر فيها لها. بس العالم انفجرت على مسائل غير هيك. نحن كنا بين الناس مش هيك؟ نحن عايشين بين العالم وكنا نشوف انه في شيء مش طبيعي يكفي كما هو. اكيد برجع بقول لك حدا رجع بالاخر من بعد ما تشوف حركه بالضخامه ببلد مثل لبنان مش معود هذا الموضوع يفوت يستثمر فيها، اكيد رح تلاقي حدا يستثمر فيها. بس هي بجت حدا رتب البجه وقال له طلع اعوذ بالله، هن استثمروا فيها او بالاساس خلقوها، يعني اطلقوا كمان الشراره فيما يتعلق ب 17 تشرين. لا انا انا موافق على الحكي انه لا ما في، هذا كان حراك عفوي شعبي. الناس، انا واحد من الناس اللي نزلوا انا وعائلتي ولادي ومرتي. هلا الناس نزلت بس انطلاقا من اي مخطط. عم بحكي انه عم بحكي نحن كنا يعني الناس اكيد بريئه اللي نزلت. لا عم بحكي ناس مسيسين، عم بحكي نحن الناس مسيسين وكنا عم ننزل من رائب. كان في بلوكات بقلب الحراك، في بلوك برياض الصلح لليسار والشيوعيين، في بلوك حد جامع الامين لطلاب الجامعه الامريكيه، في بلوك على فوق شوي لفلان، في بلوكات كان بقلب، في تنوع كان موجود. بس اللي هودي الناس كلياتهم انه كانوا نازلين باجندات، لا. واصلا يعني سير اكيد الناس لا بس حتى الذين لا خططوا حتى لهذا الامر. حسن نصر الله باول خطاب عمله قال انه نحن متضامنين وهذا المشهد كذا والى اخره، ثم لاحقا انتقل الخطاب الى الخطاب. بس بدايه الخطاب الاول كان فهمان هذا الحراك وطبيعته العفويه وصدق الناس ومشاعر الناس الى اخره. انا بقول لك لا، انا بقول لك بيكون ما في اذا بدك درايه سياسيه عند اي سفير دوله اجنبيه او غير اجنبيه في لبنان اذا ما قرر يستثمر بالحراك. طب منطق الامور شو عم يعمل؟ شو هو جاي بده يستثمر فيه؟ بده يستثمر اذا وظيفته يستثمر بالحراك، جاي يستثمر بالحراك. السؤال هل كان الحراك بذاته محصنا؟ هل جرب حدا بلبنان يحميه؟ هل جرب يعني الإدارة السياسية اللبنانية العظيمة هل جربت تقمعه وتحطمه وتدفشه على حضن إذا بدك الاستثمار، ولا كانت عم تعمل العكس؟ كل العناصر إجت ضده، أهم عنصر إجت ضده للحراك هو الحراك نفسه. بدي أنت كمان، هل تعتبر أنه عهد الرئيس ميشيل عون مثل ما البعض بيقولوا انتهى فعليا في 17 تشرين 2019، وصار دخل بمرحلة نزاع كما يقال؟ فات على غرفة الطوارئ أو على غرفة العناية الفائقة، صار بعدين إنعاش لإله، جربوا يعملوا له إنعاش. طبيعي كان الفريق اللي جرب يعمل له هذا الإنعاش هو حزب الله بشكل أساسي، لأسباب لها علاقة بحساباته السياسية وما إلى هنالك. خليني وهون يجب الإقرار بأنه هذا الموضوع أدى لاحقا إلى إبقاء يعني الحد من التراجع أو من الخسائر وإبقاؤه عايش يعني. هلأ بتقلي أنه هيدا يعني بيأسس إعادة إنتاجه من أول وجديد مثل ما بيّن، ما أظهرت المسائل تحديدا على السياحة المسيحية يلي أنا عندي وجهة نظري بهذا الموضوع. بس ما أظهرت بعدين أنه قدر يعمل هذه إذا بدك العودة أو الوثبة كما كان بالسابق رغم المحاولات في هذا الإطار. وهيدي إحدى المحاولات مشان ضرب الفريق الثالث الحراك يعني، أو ما جرب ينتج عنه واللعب فيه. بس أثبت بالانتخابات أنه بعده موجود بقوة، بعده موجود بس مش بقوة يعني. لما عم تحكي انه اكيد هلا بالاول كانت القوه كثير قويه، خليني بس لما انت عم تحكي 17 نائب، لما انت عم تحكي ايه مش الاعداد، هاي الاعداد هو اعترف انه امبارح عم بسمع جبران بيصير انه عم ياخذ، وسمعت قبله ايدي معلوف عم بيقول نحن عطيونا سرقنا او اخذنا بهذا شلحناهم 4-5 نواب بهذا. هيدي المقاعد شو بدك قصه المقاعد بقى مساله ثانيه بقى عنده انا معك، بس بقى عنده 20% من الناخبين المسيحيين. في فرق كمان، في عندك اول شيء قديش نسبه المشاركين، لانه بدك تعتبر 50% نسبه المشاركه، 70% شيء، 65% 70% شيء مثل ما كانت بال 2005 نازلين. نسبه المشاركه 50% مساله ثانيه، 20% من الناخبين من صح من المقترعين حتى. بس حوالي 10 بس حوالي من المقترعين بس حوالي 10% من مجمل السياحة المسيحية. هذه ما فيك تقول انه كمان هذه في لها اشكالية بعدين، هو او حتى القوات 18% قديش ممكن يجر يقدر يمشي الشارع بقورها. بس حط هذه على جنب،
انت بتشوف انتخابات الجامعات مثلا انه شريحه الشبابيه تقريبا ما بقى موجود فيها تقريبا يعني لما بتلاقي عم ياخذوا النظام النسبي بالاقتراع وما عم يقدر ياخذ مقاعد رغم النظام النسبي، فاذا هيدا يعني عم بيقول منه موجود، فاذا وهون الطامه الكبرى لانه هيداك الجيل القديم يلي عم يخلص وعم يطلع تقريبا عم يتقاعد جيل عام او عم بيغيب هيدا ما بيعطيك الاستمراريه، هيدا الجيل الجديد يلي هو الشبابي منه موجود معه، هيدا الجيل الجديد عم بحكي على المستوى المسيحي بيتقاسموا ما بين القوات وما بين المستقلين والعلمانيين او ما بعرف يلي بس انه عم بيقول بدي شيء جديد ما فيك ترجع تقول له تعال اخذني لهونيك، فاذا محاولة إنعاشه يلي كنا عم نحكي عنه أو إحيائه عن جديد أنا برأيي يعني في الواقع السوسيولوجي خليني يقول لا المجموعة عند لدى الشارع المسيحي ولدى غيره بس عم بحكي هون حصلا عن الشارع المسيحي عم يختلف ما فيك ترجع تقول له تعال رجع لي على البداية، بس لكن بيخدم السنوات يلي جاي يلي بريدها حزب الله قبل ما يعيد ترتيب الأمور وبعد شوي بنحكي عنه. انطلاق من هون هل دفع التياب الوطني الحب وعهد العماد ميشيل عون ثمنا غاليا نتيجة التفاهم مع حزب الله؟ ربما يكون هذا واحد من الأسباب يعني، بس ما هو برجع بقول لك يعني عندما أتى العماد ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية أتى محصنا بشو؟ أتى محصنا بتفاهم مع رمخايل جيد ممتاز من مين؟ وإجا محصن بتفاهم مع راب من مال تاني، وإجا محصن بتفاهم مع سعد الحريري مال تاني. طيب إذا نحن عم نقول تفاهم المصالح بين شو اسمه بين سعد الحريري وبين ميشيل عون، طيب شو بدك تحكي عن تفاهم مع راب؟ يعني أنا برأيي أسوأ وصفة مسيحية وهي بعدين بيجي التاريخ بيحكي عنها، أنت وقت بتجي اليوم بتقول أنا بدي اختصر المسيحيين بلبنان بنص مكتوب على الورقة والقلم منتقاسم المقاعد الوزارية ومنروح على هذا على الفئة الأولى كليتها مناصفة بين حزبين ما بيقدر يشوفوا حدا ثالث، شو هذا منطقه هذا بالسياسة؟ كيف بدك تحطه هذا هذا بيقدر يعمل لك هذا ما كانوا هون عم يستنسخوا تجربة الثنائي؟ ممكن يكونوا عم يستنسخوها لتجربة الثنائي، بس إذا تجربة الثنائي الناس بيشكوا منها وبقولوا إنه عم تختزل وتعمل أنت بتجي بتعمل الوحدة مثلها بمحل تاني، وإذا بدك تعملها عملها على الأصول طيب ما تعملها شو يعني على الأصول؟ إنه مثل ما عاملين الثنائي يعني يعني تمشي فيها للآخر؟ مش تمشي فيها للآخر، أقله لازم يكون واحد عاقل وواحد مجنون إذا اثنيناتهم مجنوني يعني مجانين مشكلة يعني بالثنائي مين العاقل ومين المجنون؟ لا مش إنه بالضرورة لا إذا لا إنه عم أقول في حدا متواضع في واحد متواضع وفي حدا ما بده يتواضع بده يضل يتصرف بطريقة عادية. أنا بعتقد إنه حزب الله بالتفاهم يتواضع ثنائي طبعا متواضع بالتواضع لأنه عم بيقول لهم أنا ما بدي شيء إنه أو أقل مما بستحق يعني أكيد لا مش يعني يعني أنا بتصور إنه وقت اللي بيروح يعني حركة أمل بدها تفاوض بالانتخابات مع حزب الله إنه شو بدنا يطلعنا وشو بيطلع أكيد بيكون عامل حسابه الرئيس بري إنه بده يطلب السيد المرة 3-4 مقاعد زيادة إلى آخره. بالانتخابات الماضية وبهالانتخابات راح لعنده بيقول له شو بدك، بيقول له هو يبقى الوضع كما هو عليه. فما هي طلب شغلة واحدة حزب الله، أنا بقولها على الهوى مش مشكلة يعني، طلب شغلة واحدة موضوع المقعد تبع البقاع الغربي إنه خلينا نبدله بالبقاع الأوسط، إنه أنتوا بتاخذوا المرة البقاع الأوسط ونحن بناخذ حزب الله البقاع الغربي، في عنا شهداء وإلى آخره وتاريخ بهالمنطقة، خلينا مرة واحدة نجيب نائب. شغلة الوحيدة اللي طلبها حزب الله من نبيه بري ما قبل الرئيس بري كمان ما قبل قال له لا يبقى المقعد البقاع الغربي لنا. طيب هيدي بدها واحد هيك وواحد هيك للأسف بالواقع. طيب بتاني مال مين ما كان متواضع ومين اثنينهم ما كانوا متواضعين يعني للقوات وللتيار؟ ليك هو في عطب بأصل التفاهم لأنه بالنوايا أنت فيك تكون عم تعمل نوايا منيحة وفيك تكون عم تعمل نوايا شريرة. بالنوايا عند الطرفين ما كانت نواياهم إيجابية يعني الطرفين عندما ذهبا ما كان في مناخ من الثقة أو في واحد عنده نوايا إيجابية. في واحد اعتبر أنه الاتفاق إذا زبط أنا ربحان القوات، وإذا خسر إذا طار الاتفاق أنا خسران يعني وين وين بالحالتين. وفي واحد اعتبر أنه أنا بالروحة إذا بعمله على رئاسة الجمهورية بربح ومنشوف بعدين بعدين منشوف. بالنوايا ما كان واضح أنه هن اثنيناتهم رايحين على نفس لا منطلقين من نفس المحل ولا رايحين على نفس المحل. طب انطلاقا من هون يعني نقول بس تعقيبا تأكيدا لهون بيخبروني بأحد الاجتماعات اللي كانت جاي بيقوموا بالاجتماع الداخلي تبع حزب الله مع السيد نصر الله
بيجوا تعرف في حساسية رغم أنه ما مبيني، وهي براعتها من قيادة حزب الله ما بتبين الحساسية الفائقة الموجودة لدى الكادرات الكوادر الكبيرة تبع حزب الله. بالآخر في دم بينه وبين حركة أمل، بيقولوا له أنه طب كيف تعطيه بانتخابات البلدية، ما بعرف افتكر كانوا يومتها هاي وكيف وكذا. يروى أنه السيد نصر الله أجاب من المرات القليلة بيجاوب فيها بانفعال انفعال وحمر وجهه، قال له لو طلب كل المقاعد رح أعطيه كل المقاعد، مش رح هايدي حطوه على جنب، ما بدي اختلف معه وبده ياخذ اللي بده اياه. انا انا يعني هذا ما اريده. هاي الذهنيه منا موجوده، عم تحكي كنت عند الثنائي المسيحي او انه اللي جربوا يعملوه منا موجوده هونيك، لا بل على العكس، وهون توافق معه بموضوع الخلفيات. الخلفيه ما كانت هيك، يمكن حتى تطلع بموضوع عند الثنائي اللي عم نحكي عنه امل حزب الله محسوم الامر تقريبا، يعني انه القوة معروفة وين، والقوي او الاكثر قوة مرتاع وضعه، يعني بيعطي بينما بالواقع المسيحي هذا الامر لم يحصل. سنة 2005 كان الواقع المسيحي 70% باتجاه التيار الوطني الحر، برأيك كان مستعد يتصرف الطريقة؟ ابدا، كان عم بيقول له زيحة جنة. المنطلق الغائي، اسف انه ايه اسف الغائي، وهذا بيزعجني وبيزعلني، بس نعم المنطلق الغائي هونيك المنطلق استيعابي. اذا بده يقول له خذ كل المقاعد بقول له خذهم، ما رايح يتلف معه هالشيء. عفوا طبعا. طيب والمنطق الالغائي، هلا برجع لك استاذ حسين، المنطق الالغائي ايضا سبع على اداء العهد تجاه المواقع المارونيه، يعني هل كان هذا العهد هو عهد يستهدف ضرب المواقع المارونيه الكبرى في الدوله؟ خليني اقول لك، ما في شك انه هو ويجب الاقرار، لحتى لانه نازلين جلد من اول الحلقه، يجب اعطائه حقه للرئيس عون بالمجال على انه اسرب عبده، صار في اسرب عبده ايام. هلا بغض النظر بتوافقوا بتعارضوا بالسياسه مساله ثانيه، لكن ما كان فيك تمرق بقى شغله واسرب عبده مش موجود، كانت يعني حضوره وكلمته كانت اساسيه. وين ما كان اسرب عبده موجود بعهد الرئيس ميشيل سليمان؟ اي ابدا. أي طبعا ما كان موجود؟ لا لا، ايش كان عم يلعب الهوا فوق، اكيد ما كان حدا يعني يوقف عند اعتبار موقفه للرئيس ميشيل سليمان، كان ضعيف بالحقيقه. بس كان ضابط توازن مع الرئيس امين لحوت، كانت غير شكل، كان كمان موجود، كان بس وفق اعتبارات مع الرئيس ليس الهراوي. لا، كانت المساله لها علاقه بمسائل ثانيه، بتعرف كانت التفاهمات بين مزدوجين بينه وبين الرئيس رفيق الحريري، جعلت القرار عند الرئيس رفيق الحريري مش عند الرئيس ليس الهراوي. رغم انه الرئيس ليس الهراوي كان منه قليل بالموضوع السياسي، بس لكن كان تحكمه اعتبارات اخرى تخلي يعني شو اعتبارات اخرى ماديه؟ يعني ربما ايه، في كثير حكي طلع بهذا الموضوع، بس خليني احطه هيدا احطه على جانب. بالنسبه للرئيس عون اكيد هيدا الموضوع كان عنده وقدر فرض حاله لاخر لحظه. اسرب عبده موجود، يعني اجى صار مركز سياسي عاد ما فيك تتخطى، رجع مركز. هلا نتيجه شو؟ نتيجه تحالفاته مع حزب الله يلي عمله، بغض النظر بس قدر رجعه كما هو، وما كان، وبدي افترض اختلف مع حزب الله كان بطربق الدنيا، يعني ما بينلعب معه بهودي المسائل. هلا لكن على المستوى الاخر، هل اجى هو بمشروع؟ اجى انا برايي ضمن التركيب السابقه يلي عنده اياها بذهنه بعقله بتركيبته، اعاده التوازن للموضوع المسيحي ضمن السلطه، وهذه من الايجابيات يلي تقر له، قدر دفش فيها. بس لكن وين ببلش عنده حاجز الخطا ويلي بيروح باتجاه السلبيات؟ انه هذا اللي كان عم بيحصله كان بده يصرفه عنده بس، يعني عنده عند المجموعه اللصيقه فيه، وعند الاشخاص يلي هن يشكلوا الحوسه الضيقه عنده هو، وعند يعني اقاربه يلي كانت هيدي اللي ضربت له اياها كلها سوا. طبيعه الحال هاي اللي ضربت له اياها لقدام، وضيف عليها انه ما كان عنده مشروع كامل عام في هذا الاطار، وهيجسه من اول ما وصل الرئيس عون يلي بيعرفه وبيعرف انه بيحكي يعني اللي بده يعمله، اول ما وصل عم يضمن، من اول ما وصل قال انا بدي شوف انا ما بدي جدد لإلي، بس لكن انا بدي يكون في عندي الوراثه لإلي، او يوم بتحكيها مع المجله الفرنسيه، او انه الاستكمال يلي عم بعمله. طبعا كان عم يحكي من اول شهرين اجى فيهم انه انا بدي جبران بيصير يكمل يكون هو وراي، وهذا سبب الثاني للخلاف يلي مزق الخلاف تبع مع رابو، يلي تبين انه ما كان صحيح، ما مبني على اسس صحيحه، كان كل واحد عنده حساباته الخاصه فيها. وانتهى الرئيس عون باخر كلام كمان باخر ايامه عم بيقول انه جبران بيصير ايه لازم يكون رئيس جمهوري. فاذا هيدا اللي حكمه
وراحت المسألة هون على علامات استفهام كتيرة، شبهات كتيرة في المشاريع التي لزمت، في موضوع البواخر وكان في بخرتين زيادة، وأيضا بموضوع السدود وموضوع المشاريع يلي انعملت والناس كانت بلشت تشوف الخطر يلي عندك بالموضوع المالي. مش هناك عم تقول انفجرت الناس؟ ايه انفجرت من بس ما جاوبتني عن السؤال، هل كان عون أو عهد عون هو عهد ضرب المواقع المارونية؟ مش هذا اللي بالدولة، مش هذا اللي بده. لا ليش مش هذا اللي بده؟ كيف وين ضربت المواقع المارونية؟ بالنسبة لقائد الجيش حاكم مصرف لبنان، من ضرب؟ لا هو نقى قائد الجيش. ألم تشوه الصور؟ يعني صورة حاكم مصرف لبنان هذا موقع ماروني مهم ضمن الصراع يلي انعمل. نعم، لأنه هو كان مبلى صحيح. ايه هو بالحرب يلي بيعملها هاي طبيعته وهي شخصيته، ببطل يحسب انه بدي افترض في شو عقرب او حي هون بهبط الحيط وشيلها، يعني بشيل الحيط مع الحي مع بدك. هاي طبيعته، هذا اسلوبه بالعمل. ايه هذه من الاخطاء يلي كانت عنده. انطلاقا من هون يعني ما دام عم نحكي بالتوازنات الطائفيه كيف بتشوف هذا الاداء فيما يتعلق بالمواقع المسيحيه الاساسيه؟ ظاهرة غريبة من نوعها، يعني يجب أن تدرس يعني عهد هون العهد. وبقى يعني أنت اليوم خذ نموذج اللحظة السياسية الحالية حتى ما نرجع نستعيد لـ 2016. أنت اليوم توصل للحظة سياسية مثل اللي نحن عايشين فيها اليوم. اليوم مشكلة رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر مع كل البلد على شو؟ على حصة الوزراء المسيحيين اللي سماها ميشيل عون وجبران باسيل، هني بدهم يشيلوها صارت بمحل تاني. مشكلتهم مع المواقع الأولى بالبلد، من مدد لرياض سلامي بال 2017؟ مين جاب جوزيف عون قائد للجيش؟ مين جاب شو اسمه سهيل عبود رئيس مجلس قضاء أعلى؟ أنا جبتهم؟ هو جابهم، هلأ عم يشكي منهم. صاروا بالمحل التاني، شو صاروا بالمحل التاني؟ أنا وإنت منعرف أنه ما حدا لا اشترى هيدا ولا هيدا نهائياً، لأنه إلهم حيثياتهم الحقيقية، انه الوزير بدق لرئيس الحكومة برد عليه رئيس الحكومة، بيبعث له SMS برد عليه، بيطلبوا لجبران باسيل 20 مرة على التليفون ما برد عليهم، بيبعثوا له رسالة ما برد عليهم. شو هو حامل شنط نجيب مئاتي يعني كرم على درب وقاعد عم بيوزع عليهم للشباب شنط؟ اكيد مش عم تحكي عن الوزراء؟ ايه عن الوزراء وغير الوزراء. قدر يستميل فعليا برأيك نجيب مئاتي وزراء من وزراء التيار الوطني الحر؟ هداك نهار قلت لو القرار لقلن اليوم بموضوع حضور جلسات مجلس الوزراء مش تصريف الأعمال، كلهم بيروحوا على جلسات مجلس الوزراء لأنعتهم بأنه هاي الخطوة ضرورية للبلد. وإذا ما راحوا بيروحوا خوفا وترهيبا. كلهم من دون استثناء. يعني برأيك معقولة إذا صارت حالة استثنائية ودعا الرئيس نجيب ميقاتي؟ لأنه هو صريح وواضح في هذا الموضوع، بيقول لن أدعو إلا إذا في حالة ما استثنائية. في حال صار لك لو رح يصير في حالات تفلت من الوزراء، أكيد رح يكون صار في تحلق. بس أنا عم بقول لك أكثر من هيك، أنا عم بقول لك لو ما كان في ترهيب لإلهم أنا بجزم لك إنه الكل بيروحوا مع داعي عصام شرف الدين، حتى أمين إسلام بيروح بعد انتهاء عهد ميشيل عون. انتهى عهد ميشيل عون يعني هلا إنه بس هذا بيثبت إنه كان معه حق جبران باسيل بمعركته. يعني صاروا وزراء هو جابهم بس. ايه اوكي، بس صاروا وزراء منه لإله. هو السؤال ليش راحوا من عنده؟ مش اول ناس. ليش هلا عم يستعدي جوزيف عون؟ ليش عم يستعدي سهيل عبود؟ هو اللي هو جابهم. ما هو حطهم، هن كانوا ببوس المدفع حطوا بمعركه جرود وقعد حده لقائد الجيش. عمل معركه جابه لرئيس مجلس قضاء الاعلى، عمل ليش صاروا اخصامه؟ ليه برايك؟ ادائهم؟ لأنه يعني أداء العهد وأداء يعني جبران باسيل لا هو بيناسبه يكونوا الوزراء مثل سيزار وندى، بس ما بيناسبه، هذا هو النموذج الناجح بس. شو يعني شو نموذج سيزار وندى؟ خلص ما في ضرورة لا تنجسدها للمشاهدين. لا إنه بدون يكون فيكون يعني أوامر. حابب تسمعها أنت؟ شو حابب تسمعها؟ لا من حب بدي أعرف كمان. ما بده حيثيات وناس وزني حيثيات وزني بالبلد ناس. بس استطرادا مش أول، يعني بدي أفترض هودي المجموعة الوزارية ليست أول مجموعة وزارية بتطلع لبرا. كل المجموعات يلي قبل تشوف مثلا الوزير غجر بيطلع خلقه. الوزير غجر حمل ما لا يمكن تحمله وفل على غضب، وبس إنه هو هادي هيك وفل بالآخر. معظم الوزراء فل بالغضب الهادئ إيه. بس معظم الوزراء يلي صاروا، فإذا في مشكلة بالتعاطي يلي بتهشل اللي حدك
بالتعاطي بكيفية أخي. ما بقى يقدر يحتمل هيك. وين المشكلة أنا برأيي بجبران باسيل ليك أكفأ وزير طاقة هو اللي أعطى المثل له هو ريمون غجر اللي عن جد بيدهشك بس انه بتقول انه هذا كيف كان متحمل هو قاعد بالوزاره وهو هالقد كان شايف الاشياء وبتحس قديش في هالمناقبيه العاليه ونظافه الكف اللي موجوده عنده انه قدر صمد هالفتره كلها. شو كان بدك تقول استاذ جوني تنختم هالمحور؟ كان عندك فكره عم بتقولها كانك عم تقارن بين ميشيل عون وجبران باسيل؟ لا المشكله هي انه هو رئيس جمهوريه رئيس عون بمجلسه بس تقعد معه جلسته محببه عشان هيك كان تطلع بتشوف كان دايما يقول يا خيي انا بتفق انا وياه بس المشكله بس كان يفوت جبران باسيل. المشكله كانت تصير حتى مع هؤلاء الوزارات طريقه التعاطي تبع جبران باسيل. يعني مثلا تعاطي شو فوقي ومن غير حق. يعني انا كيف بدي انا تدير بدي احطك صوره وانا بدي ادير كل شيء من جوا ان كان بالمؤسسات تبع الدوله كلها حتى اللي وحده منهم مثلا مجلس قضاء عند القضاة. يعني اللي وقفها هي بالحقيقة يلي كان يتعاطى في هذا الموضوع بشكل مباشر كان جبران باسيل. والتعاطي مثلا إذا كان بدي أفترض مع الجيش لما أنه أنا بدي شيله بدي أعين هو يلي حط له حد من أول يوم أنه عند فخامة الرئيس اللي بتريده فخامة الرئيس هو بيأمرني على راسي هو رئيس جمهورية وقائد أعلى للجيش بس انت ما فيك تفوت لعندي تقول لي انه انا بدي اعين وبدي شيل وبدي احط وهي وهي اذا بدك هذا سبب الصراع المضبوط بيناته حتى بالمحلات الثانيه. يعني بالاخر الاسلوب يلي تعاطى فيه جبران باسيل الدخول بالتفاصيل تعاطي مع الـ مع الـ مع الـ المؤسسات او مع الوزارات يلي هون كانه حاشي طيب على الملك وانا الملك يلي برر في هذا الموضوع بعتقد هذا اللي هشل كثار هشل اللي هلا وهشل اللي قبلهم وطبيعة الحال غير قابل لأنك تحمله. يعني على كل حال انطلاقا من هون بدنا نفتح المحور الثاني المتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية الاحتمالات والأفاق لهذه المعركة وإنما بعد فاصل إعلاني أول. وبعد مبارح طبعا كان في كلام لافت للنائب جبران باسيل يعني رفض رفضا تاما اي تفكير فيما يتعلق بالنائب السابق سامي فرجية انه في رفض تام. هل هذا يعني انه هيدي مرحله ليعلن بعدين انه هو رسميا مرشح الى رئاسه الجمهوريه؟ بفتكر يلي واضحه كان امبارح مثل من جوابه انه لا ما عنده قدره رغم انه ما عنده قدره ايه ما عنده قدره يكون مرشح لانه اذا هو شو عم يطلب هلا؟ عم يطلب راح عرض على القوات، راح عرض عبر البطرك على القوات انه تعالوا نتفاهم نحن وياكم وعاد عرضها بالاعلام نتفاهم نحن وياكم عم رشح ثاني ما ردوا عليه. عرض هذا الشيء حتى على البطرك بطريركية ما بده لا جرب البطرك مبلا جرب له البطرك مع القوات ما بده. راح طلب امبارح من سليمان فرنجية طب تعال انا وياك بنروح على مرشح ثاني ومن هلا عم اقول لك ما رح يرد عليه في هذا الموضوع. بالآخر عنده مشكلة التواصل. يعني هو محاصر نزل من فوق متروك معزول من الكل ما عنده حدا عم يتواصل معه لا بالموضوع الرئاسي ولا بغيره باستثناء حزب الله. بس لكن حزب الله في نفس الوضع قاعد وحاطط الميلين مثل ما عم نقول الميلين أو ورقته الحقيقية سليمان فرنجية. هي ورقته الحقيقية سليمان فرنجية بس كمان على ما يبدو جبران باسيل بيعتبر أو سامع أو يتصرف على أساس أنه هو الممر الإلزامي لحزب الله باتجاه الرئاسي. هني قايلين له هو معتبر هيك الأرجح هني يعني متمسكين لأنه هو الحليف إذا بدك ألف يعني استراتيجي بالنسبة له هو الفعلي وجبران باسيل صحيح. بس لكن بهيدي في مسائل أخرى هلأ هيدي شو بتعني خليني لحتى روح على البعد النتيجة أنه شو البعد الأبعد تبعها هي أنا بعتقد خلينا نشوف يعني البحث بموضوع الاستحقاق الرئاسي بإطار المفاعيل الداخلية هذا بيكون عم نضيع وقت وممكن نكون ضايعين كثير عن الطريق ويعني ونقاش ما له طعم. ليه ما بتصدق مقولة صنعة في لبنان؟ لا شو بدنا بحياتها كانت وخصوصا هلا، خصوصا هلا عم تغير المنطقة ولبنان رايح محل جديد. أنا بعتقد إنه حزب الله طالما فتنا بالفراغ يريد الانتظار. يريد الانتظار. ايه. انتظار ماذا؟ انتظار مربوطة المسألة هلا طبعا تسأله بيقول لك لا بس انتظار أولا شايف المنطقة
وروحاتها والمتغيرات هلا اذا بده بينحكي عنده، بس لكن في صعوبه عنده انه يقبل يروح على استحقاق رايدينه الغرب انه يكون بدايه مرحله جديده، وبالتالي الذهاب باتجاه محل جديد قبل ما يعمل تسوية. هالتسوية يجب أن يسبق تفاهم مع إيران حول موضوع العقوبات. الكل مأزوم، الكل مأزوم، الكل مأزوم والكل مترابط ببعضه. حتى الإيراني مأزوم، وبين بالتظاهرات اللي صارت أنه عنده مشكل داخلي كبير، وبالتالي هو يريد فك العقوبات يلي عنده، بس مش بأي تمن. عنده شروطه وعنده كيفية تعطيه لقدام، وهلأ الجمهوري جاي يراجع مبين الأقوى بأمريكا، هيدي كلها سوا بتنقزه لقدام. طبعا يريد ديل كامل، بس بالوقت ذاته كمان الأمريكي للأسباب المتشنجة إذا بدك بعد شوية بتتفصل، يريد هذا الشرق البحر الأبيض المتوسط أن يكون خالي من المشاكل، وبالتالي الساحل اللبناني، ولبنان كله ساحل يعني زي وصغير، أن يكون خارج إطار المحاور أو خطوط التماس الإقليمية. لكن قبل حزب الله يدرك جيدا انه مزبوط ترسيم الحدود البحرية عطى اشارة بعد بكير ليروحوا، عطى اشارة كبيرة ولها اسبابها، بس لكن ايضا لانا روح باتجاه لبنان الجديد بمزدوجين سمي جديد، بس هو يعني تسوي مؤقتة بدها تصير. لكن انا هون خليني انطر، وبدي تمن، اولا تمن اقليمي مش الي انا، لكل الوضعية. وهون اذا بدك بيكون لبنان ناطر على ضفاف اتفاق مع إيران، واثنين أريد ثمن داخلي. ومنشان هيك بقول لك الخشية من أنه تطول المشكل، قديش بيطول الفراغ الرئاسي. طار أول موقع يلي هو رئاسة الجمهورية، طار بمعنى فات بالفراغ. تاني موقع بحزيران تموز هو حاكمية مصرف لبنان، مركز تاني الماروني. والمركز الثالث هو بعد سنة وشوي قيادة الجيش. يعني إذا الفراغ طول أكثر من سنة، سنة وشوي، الثلاث مواقع المارونية الكبرى يلي تشكل ضمانة لإلهم هي مهددة، وبالتالي هون بيكون عم تروح بحكم الأمر الواقع على مؤتمر تأسيسي، أو تدفش الوضع باتجاه المؤتمر التأسيسي يلي هو مش وارد على المستوى الخارج بعدة محلات، بعدة مناسبات، وبعدة أشكال، خصوصا مع تقرب السعودي على لبنان. عم بيقول لك مش وارد اطلع انا برات اتفاق الطائف. هل صحيح انه المؤتمر التاسيسي اللي حكي عنه استاذ جوني يمكن ان يبقى منه وارد اذا طال هذا الشهور؟ البعض بيقولوا انه اكيد هلا منه وارد، بس اذا طال الشهور ووصلنا ربما الى اوضاع امنيه، اوضاع اجتماعيه، الى فوضى خلينا نقول امنيه، ساعتها المؤتمر التاسيسي الا يصبح حاجه؟ لا، خلينا إذا بدك نحاول نحط الأمور بنصابة. بأي معنى؟ يعني الناس كلها عم تسأل مجموعة قوى ماذا تريد من الرئاسة. أول شيء يعني ما نستهين بموضوع المجلس النيابي، أنا مش عم بحكي بلغة وطنية لبنانية، أنا بس عم بحكي اليوم في مجلس نيابي مش بيدار على الريموت كنترول للمرة الأولى إذا بدك من الطائف لهلأ. في كتل بالمجلس النيابي عندها حضور وعم تربك كل الناس يعني، وبالتالي انت اليوم افترض هلا رحت على تسوي وقلت لهم ينزلوا على مجلس النواب، واحد جاب تنقول عنده 61 والثاني عنده تنقول 64، ما هيك؟ وبعد بدهم قديه 3 أصوات تنقول. اذا انت اليوم تلت أسامة سعد وعبد الرحمن البزري ونائب جزين معهم تلتوا على موقف وقالوا نحن ما بنمشي، بيعطلوا المجلس النيابي ولا لا؟ بيعطلوا لعبة نيابية طويلة عريضة حتى لو توافقوا كل القوى السياسية بالبلد. أنا اللي عم جرب أقوله أنه اليوم في عندك يعني اللي أنا سميته برلمان لبناني، إذا في محورين إذا اتفقوا في توافق طبعا إيه. بس أنا اللي عم أقوله أنه في برلمان لبناني العراقي اللي هالقد فيه كمية أقليات، قدرة ضبطه صارت أصعب من الكتل الكبيرة 8 و14. صحيح. أنك بتقول هذا بياخد هالقد وهذا بياخد هالقد، بتعمل تسوية وبتمشي على الكل. اليوم خد نموذج الواقع السني، مين بيمون على 27 نائب سني اليوم بمجلس النواب؟ بتمون 8 أدار هالقدي علي هون، بتمون السفارة السعودية هالقدي، في مجموعة متفلتة حقيقية ما حدا ما بيمون عليها، مثل الجمهورية ما بيمون عليها، ما بيمون إنه حتى الأكس مستقبل اليوم في مجموعة منهم ملتزمة مع سليمان فرنجية، برغم كل الحكي السعودي معهم ما زالوا لهلأ لهاللحظة ملتزمين مع سليمان فرنجية. طيب لذلك أنا عم بقول في
تداخل بين العناصر الداخلية وبين العناصر الخارجية إلى حد أنك بدك تقول الأساسيين ماذا يريدون من هذا الاستحقاق. واضح أن الدخول السعودي المتأخر على الموضوع الداخلي اللبناني قبل الانتخابات بشهر، يعني يرجع السفير السعودي على بيروت، ما لحقوا يعملوا شيء الشباب، لملموا الوضع بعد الانتخابات، بس إجا سعودي حط قعد على الطاولة وعم بقول أنه أنا موجود أنا هنا. سعودي هلأ يملك التلت المعطل، يعني قدرة التعطيل صارت موجودة عنده للسعودي على الطاولة، وصار عم عنده هلأ حاليا، ويقول انه انا لن اسمي، لن ادخل في لعبة الاسماء، ما حدا يقول بالنيابة عني انه انا سميت بدي فلان وما بدي فلان، بس انا رح انقل المعادل، خلي الاخرين يسموا وانا بقول ايه ولا، انا حاطط دفتر شروط له علاقة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، اذا لبيت الشروط السعودية انا مسعد فوت معكم على ادعم لبنان، روحوا عملوا اتفاق مع صندوق النقد ومع مين مكان بطيخ مسمر، انا ما رح ساعد لبنان إذا ما في رئيس إذا بالمواصفات صحيح. رئيس حكومي ورئيس صح. جمهورية. طيب حزب الله ماذا يريد؟ حزب الله أول شيء البديهي بالموضوع يقول حزب الله أنه أنا بدي إسلامين فرنجية، فرص جبران باسيل، باعتراف جبران باسيل وإدراك جبران باسيل من عالية، مش عالية، صفرية، ما في عنده صفرية. فرصة حظوظ جبران صفر، مش موجودة حظوظ ولا في حدا. طيب عنده حزب الله سليمان فرنجية. طيب سليمان فرنجية هلأ بالمناخ الدولي وصلت له أصداء أقل، خلينا إذا بدنا نكون متحفزين بنقول عدم ممانعة بانتخابه، تحديدا فرنسا وأمريكا. طيب بالمناخ الداخلي عنده رافعة مقبولة بالمناخ الداخلي، هو معتبر اليوم أنه المشكلة الأساسية لإله مشكلة سعودية، وأنه قد سعودية أو الرافعة المسيحية. لا لا لا، قبل ما نحكي عن الرافعة المسيحية، لا أوكي. هلأ بوصل لك للرافعة المسيحية. أوكي. هو عم بقول إذا أنا عملت خرق بالموضوع السعودي، كل الجو المسيحي المحسوب على السعودية من القوات وغير القوات ووليد جملاط والأكس مستقبل رح يجي لعندي. بيبقى مين لحاله خارج الموضوع؟ بيبقى لحاله جبران باسيل. هل أنت برأيك جبران باسيل في تلك اللحظة ما رح يجي ركض لعنده ل سليمان فرنجية ولو متأخر إنه يقول له هاي لعبة حافة الهاوي اللي بيعابها على طول، كان بده الحكومة كلها، صار بده 6 وزراء، صار بده 3 وزراء، آخر ليلة إجا قال له لرئيس الحكومة دخيلك تعال نطلع المراسيم الليلة، قال له مسافر رايح على هذاك. بس عادة اللي بيلعب لعبة حافة الهاوي بيكون عنده أدوات ليلعب لعبة حافة الهاوي، مش بيلعبها وإنه والله عم بيراهن على العوامل النفسية إنه أنا بقدر كذا. هلا عم بيقول لا لسليمان فرنجية، بس أنا بشارتك وموجود، إذا صارت فرص جدية لسليمان فرنجية أول واحد بيجي لعنده جبران باسيل. يعني برأيك ليتحول إلى مرشح جدي أو مرشح ممكن أن يصل إلى رئاسة الجمهورية بده يكسب سليمان فرنجية الورقة السعودية. الورقة السعودية هي هل بتفتح هل له هل الباب، هل يعمل على هذه الجبهة؟ يعمل على هذه الجبهة ليلا ونهارا معه منظومة داخلية وخارجية تعمل بهذا الاتجاه، يحاول إحداث خرق، إنه خي نطرنا البلد 2.5 كرمال ميشيل عون، فينا ننطر البلد 2.5 و3 تنحاول نحلحل، لعل تطور سعودي سوري ما سعودي إيراني، أنت على المنطقة عم تغلي كليتها ما تنسى. صحيح. حجم اليوم التفلت اللي صار اليوم بإسرائيل تطور كبير كتير. صحيح. مش بسيط، تفلت من القبضة الأمريكية، السعودي عم يتفلت من القبضة الأمريكية، الإسرائيلي عم يتفلت من القبضة الأمريكية، راح العراق من إيد الأمريكان، المناخ المنطقة عم يتغير، هل هذا بياخد المنطقة على خلطة نحن ما بنعرف لوين بتروح؟ في حدا عم يراهن على معطى إقليمي بلحظة من اللحظات ممكن يغير المعادلة وبالتالي يوفر. فإذا هذا البلون آي اللي حاطه قدامه حزب الله، أنه أنا أن أعمل بكل ما أوتيت من قوة إلى إيصال مرشحي. بيصير بعدين انه اذا لم تنجح المحاوله هل هناك الخطه ب؟ انا بقول لك اكيد في خطه ب، بس حتما الخطه ب راح تكون اللي جزء منها راح يكونوا قاعدين سليمان فرنجية وجبران باسيل وحزب الله يقولوا هذا هو المرشح الذي سنقدمه الى الطرف الاخر والاكثر مقبوليه بينه. من هو هذا؟ صرنا عم نحكي. طيب هل هذا يعني انطلاقا من هذا الكلام انه سليمان فرنجية الان بهاللحظه هو المرشح الاوفر حظا للوصول إلى رئاسة الجمهورية؟ شو رأيك؟ أنا بقول في مرشحين جديين لأنه في قوة دافعة وراهم يلي هن إسلامية فرنجية والعماد جوزيفة، هن مرشحين جديين لأنه عندهم الظروف يلي بتاخدهم ممكن تاخدهم في هذا الاتجاه، بس كل واحد يعني عنده عقبات طبيعة الحال. إسلامية فرنجية عرفنا العقبة السعودية، جوزيف هون عقبته وين؟ حزب الله. خليني لك العقبة، لا العقبة السعودية يلي عم يحكي عنها استاذ حسين اللي هي مظبوط، بس لكن عندهم هون مشروع اكبر.
لن يكرروا هني بيقولوا يلي هي كبيرة لن يجربوا الفرنسيين. وكان في عند الفرنسيين الثنائي يلي محمسلو كان أو خليني أقول يفضل وصول سليمان فرنجي يلي هني برنار إميه يلي هني إيمانويل بون مزبوط يلي هني اثنين يلي كانوا وجربوا لما عملوا الاجتماع الشهير هونيك يطرحوا اسمه لسليمان فرنجي مكان السعودي. قال لن أكرر الموضوع يلي كانت سابقا جربوا حتى بصيغة تانية. طيب انه سليمان فرنجي من هون وناخد نحن نواف سليم من هون يلي انطرح اسم نواف سليم. المفاجأة انه كانت انه السعودي مش ما يعني ما بيعني له نواف سليم وبالتالي انا مش ممسك بهيدي ومش هيدي انا اريد. ليه ما بيعني له نواف؟ ما كان احنا الانطباع الغالب انه هو مرشح سعودي كان لما عم ينطرح على رئاسة الحكومة ما مبين مش ضده بس مش يعني ما بيعني له على ما يبدو. ما طب مين بده المملكة العربية السعودية؟ طالبين على ما يبدو لهلا. وانت ليش ممسك بالمملكة السعودية؟ لانه بالاخر هذا يعني استنهاض اعادة استنهاض الاقتصاد في لبنان. صحيح. السعوديين يعملوا يعني بتدفع 100 مليون اورو بمشي دولة اوروبية بتقوم القيامة عنده. هون بدك تحكي بالمليارات يلي بدك تعيد انتاج الاب تبعها. طيب لا وكما يبدو انه في 20 مشروع جاهز 22 سفير السوري السعودي بيقول 22 يلي جاهزين كبار للتوقيع ويلي هن بيكفي لحالهم مش هنقب. بس بغض النظر هو عم بيقول انه خي انا ما عم اقول لك انه بدي حدا لي. انا عم اقول لك معادله رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه يكونوا خارج اطار الاصطفافات الداخليه. وهون بيتقاطع مع الكلام اللي عم بيقوله زميلنا الاستاذ حسين انه انا عم بقول يا اخي ما تسموا انتم سموا انا بكون يعني من ضمن دفتر الشروط من ضمن هذه المواصفات. لكن بتقول طيب اذا كان ومبين انه السعودي يعني النظام هلا السعودي او التركيبه القائمه الحاكمه بالسعوديه عنيده يعني اظهرت تضرب راسها. اخر مثال على ذلك الموضوع الخلاف مع الاداره الديمقراطيه بامريكا. طيب بس اذا كان هون بتقول انت ظروفه بقول لك سامي فرجي عنده رأي اكثر من حزب الله وبرأيي رح تبين أو إضافية لحزب الله ورح تبين. هلأ أنا ما بعتقد أنه بدي حط مثلا تمنع دمشق عن استقبال الوفد يلي كان رايع مشان موضوع ترسيم الحدود البحرية هو بالإطار يلي نحكى هو أكيد لا ما حدا اقتنع بهذا الموضوع. وهو ليس فقط أنه أنا زعلاني بحيث هلأ فقلي الرئيس عون ما إجا لعندي يمكن أحد الأسباب. أنا بعتقد أنه هاي الورقة قد تستعملها دمشق لقدام للدخول على موضوع الاستحقاق الرئاسي. يعني لا تقولوا واضح معروف انه سامي فرنجي العلاقه واللصيقه يلي يعني اصدق انه دمشق من خلال عدم استقبالها او لا تاجيل يعني انه بدها تقول انه انا مع سامي فرنجي ولست مع فريق العهد يعني فريق جبران باسيل. فيك تفسر هيك وبرايي راح يترجموها اكثر ربما لقدام. مع ان سمعت امبارح عم بيقول جبران باسيل عم بيحضر لزياره لهونيك بالحيل انا طالع على دمشق. ايه بس مش دمشق. بس قال بعدها عم تتحضر. ايه. ورغم انه هيدي كانت قبل بس انا برايي ستظهر اكثر هذه المساله. طبعا هن كمان عندهم تراكمات بموضوع العلاقه مع الرئيس عون وتحديدا مع جبران باسيل ما كثير ودودين تجاه جبران باسيل. هلا انا عم جرب وصف هذه المساله. جبران باسيل يعني برايك ما بيقدر يقطع الطريق على سليمان فرنجي من خلال علاقه مع القياده السوريه؟ جبران باسيل يقطع على سليمان فرنجي؟ يقطع انه الورقه تبعها لا منه قادر بفتكر. لا هيدي صارت من 6 سنين لما السوريين ساعدوا بموضوع جعل سليمان فرنجي يطلع من قصر ابو عبده لانه حط اجره جوا كان يطلع لمصلحه ميشيل عون بناء للتصور يلي كان حاطه حزب الله. لا هلا اختلفت والممارسه كان عندهم مشاكل كثيره بس تركينا مسكر. هلا بغض النظر عن هودي السؤال الابرز هو طيب إذا كان في هذا الاهتمام الدولي في الموضوع اللبناني الرئاسي بس لأنه موضوع رئاسي أكيد لا. إذا بتشوف الاهتمام الفرنسي يلي عم نشوفه مباشرة واضح الاهتمام الأكثر الفاتيكاني واللي هو صامت وبرجع بجزم لك وفق الزوار الفاتيكان أو اللي بتعاطوا مع الفاتيكان إنه ما في اجتماع للمسؤولين الكبار بالفاتيكان مع شخصية دولية إلى علاقة ممكن تأثر بموضوع المنطقة غير ما بيطرحوا الملف اللبناني أحد الملفات الأساسية. فإذا هاي المسألة كبيرة ما بتشوف كمان حتى التعاطي الأمريكي ما في شك رغم المشاكل الهيلي الكبيرة شفنا لقاء الثلاثي بنيويورك لما انصال وهلأ في عندك القمة الفرنسية الأمريكية بأول كانون الأول ولبنان أحد الملفات يلي هني مطروحين وطبعا عم يطلع بيانات بتشوف. وحتى لو إجوا الجمهوريين ويلي ممكن انه يحققوا بالانتخابات تقدم لكن الجمهوريين والديمقراطيين على الملف اللبناني ما انهم مختلفين بالعكس
هيدا بيرفع من مستوى التشدد في الموضوع اللبناني. نروح نرجع نقول على جنب بالموضوع السعودي ويلي دفشينه عم يدفشوه اكثر باتجاه لبنان. انا اللي عم اقوله انه الملف اللبناني هو بس هيك من شان هودي الاهتمام، بس من شان موضوع استحقاق الرئاسه برايي لا، من شان تنظيم المرحله اللي جايه على خلفيه اذا بدك بتاخذ صوره منها شويه اللي صار بالترسيم البحري. الترسيم البحري وازاله خط التماس الايراني مع اسرائيل، اذا بدك تاخذه على التلوين الاقليمي الايراني مع اسرائيل هونيك، شو يعني؟ يعني بدك تفرغ خطوط التماس او تبرد الساحه اللبنانيه لاسباب عديده لها علاقه فيهم للذهب، ومن خلال هذه السلطه يلي بدك تعملها كمان صندوق النقد يلي هو تقريبا سلطه وصايه رح يكون على لبنان واعاده بناء. وانت ما تنسى هون انه انت وضعك يلي هو تعيس جدا على المستوى الاقتصادي ما عندك رفاهيه انك تقول لا، انك تتغنج كثير انك تقول هلا 7 8 مليار 8 مليار عندك بمصرف لبنان، قديش بده ينوك لقدام؟ صحيح. وبحزيران اذا عم تقول الحاكم بفل وبالاخر يعني عندك هذا اذا الرقم صحيح اذا مزبوط 8 مليارات عندك زادوا شوي زادوا هلا 800 مليون يعني لملمون هلا يلي لملمون من بعد اللي ده. بس هيدي كلها سوا بس عم بيطبق عمله بالاخر، تضخم كمان عم بيزيد اكثر. عم نحكي كاحتياطي عمله صعبه. ال- 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 الموضوع هيدا برجع بقول في عندك رفاهيه تروح على محل تاني. انا بعتقد لا يمكن الا انك تكون تروح لقدام على تفاهم حول الموضوع اللبناني بيكون نقطه البدايه تبعه انتخاب رئيس جديد، وهذا التفاهم سيكون يجب ان يكون او سيكون مع حزب الله في لبنان يلي عم بيقول يجب ان يسبقوا تفاهم على المستوى، مش هو عم بيقول بس انه التحليل يسبق تفاهم مع مع الايراني يلي هو مزروق كمان على المستوى الـ 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 يعني ادعي علينا انطلاقا من هون ان ننتظر يعني طويله هذه التسويه اللي عم يحكي عنها الاقليميه التي ستؤدي الى حلحله على صعيد الملف الرئاسي. انت بدك مجموعه ديناميات تقدر تكون عم تحضن المناخ الرئاسي. الدينامية الأولى هي مفترض كانت تكون دينامية لبنانية داخلية، وكان ممكن يكون الأساس فيها إطلاق الحوار الوطني. تعثرت الدينامية الداخلية هلأ مع تعطل المؤتمر الحوار اللي كان بده يدعيله الرئيس بري. فإذا عندك مشكلة بالبلد اليوم، مين بيحكي مع مين؟ مين بيقدم اقتراحات؟ بس هو كانت متوقع انه هذه الدينامية ان تؤدي الى لا 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 انا مش هم انا بدي كمل لا 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 ما انا بدي كمل لك الفكرة. تفضل. يجب أن تتقاطع هذه الدينامية مع دينامية خارجية، وأنا بقول لك دينامية خارجية إقليمية دولية. الأساسي بالدينامية الإقليمية من هي القوى الإقليمية المرشحة لأنها تقدر تكون مع اللبنانيين سواسية. أنا بالمناخ كنا قبل فترة كنا عم ينقال أنه في مثلث عراقي مصري أردني بجزء منه السيسي مع القازمي مع الملك عبد الله، ممكن هني شكلوا الوعاء اللي بيقدر هلا يجمع كل اللبنانيين، وين بيجتمعوا؟ بالقاهره ببغداد ما بعرف وين. راح واحد ركن من هاي السيبي يلي هو القازمي. اليوم اكثر حدا مرشح هو مصر، تقدر تحكي مع كل اللبنانيين. هيدي السيبي الثاني. وباقي ما تبقى كله متخندق. السيبي الثالثه هي سيبي دوليه. بالسيبي الدوليه عندك عمليا الملف الاساسي اللبناني بعده عند الفرنسي. بإدارة يعني الأمريكاني بيقرر بس الإدارة اليومية للملف اللبناني التنفيذ للفرنسي. هل هذه الدينامية مثلثة الأضلاع عم نحكي ممكن تنعمل على الوارد ولا هي بحاجة لحدث لبناني؟ الحدث اللبناني اللي ناطرينه هل هو حدث سياسي اقتصادي أمني اجتماعي إداري مثل ما عم بيقول موضوع حاكم مصرف لبنان بحزيران ممكن يكون هو الشرارة ويفجر الوضع ويفجر هل الدولار على 60 ولا على 100 بيكون هو الشرارة لإطلاق هاي الدينامية بهالمناخ هيدا أنا بعتقد أنه قطعت القمة العربية يعني معقول يوصل الدولار للمية؟ لا ما فينا حرام لا 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 في لا عندي معلومات ولا بقولها اصلا يعني كرمال الناس يعني ما بقولها بس انت قلت انه معقول يفز من لا لا عم بقول انه انا بقول انه احتمال انه يعني انه شو الحدث اللي بده يجي بكره الاحتمال الذي سيفجر يعني الله. في عندك قمه عربيه صارت لازم نعرف شو صار فيها اقل شاف كل القاده العرب رئيس الحكومه عندك قمه شرم الشيخ المناخيه بثمان الشهر وعلى الأرجح على الأرجح يكون في موعد بين رئيس الحكومة ورئيس الأمريكي ورئيس الحكومة والرئيس الفرنسي بدك تشوف شو المناخات الدولية تجاه الاستحقاق الرئاسي وإدارة مرحلة الفراغ في لبنان. فإذا
أنت بالمدى المنظور، بالمدى المنظور عم نحكي بمدى الأشهر المقبلة حتما في فراغ، ما رايحين هلا على شو أشهر مقبلة؟ يعني عم نحكي نحن من أقله بالأشهر، يعني نحن من هون لكانون تاني شباط واضح أنه هذا المناخ موجود الفراغ مش يعني بدنا ننتظر الربيع. أنا مش بالتحليل ومش عم بحكي على طريقة ليلى عبد اللطيف، أنا بتصور ما منبعد لحزيران، ما منوصل لأبعد من حزيران. هيدا حد الأقصى بتصور هيك بتصور الشغور هيدا ما بيحمل الواقع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان إنك تعمل حجم انتظار. وإذا بدك من حسن ما أنت بتقول أحيانا رب ضارة النافعة، قصة الحكومة، إنه قصة الحكومة صحيح. عدم تشكيل الحكومة هو عنصر، بمعنى بشكل عنصر تحفيز للقوى الداخلية وللقوى الخارجية صحيح. حتى مرسوم تأليف الحكومة، يعني قبول استقالة الحكومة من حيث يدري أو لا يدري جبران باسيل، هذا كمان عنصر تحفيز، لأنه كل تأزيم ما للوضع وتشكيك بالوضع. ليه زكاة جبران باسيل رئيس عونه اللي وقعه؟ لكن قاعد على إيده من الصبح. وأنا برأيي إذا بترجع بتراجع البيان اللي صدر قبل بأسبوع بتقول طيب كيف هذا طلع البيان نهار الأحد ورجع طلع بيان عكسه نهار الأحد الثاني، غريب الموضوع. هل هذا يعني أنه برأيك أنه كان جبران باسيل هو الرئيس الفعلي في عهد ميشيل عون؟ أنا برأيي نهار اللي وصل رئيس الجمهورية على القصر الجمهوري قرر يبطل. هذا شو؟ يبطل أنه هو رئيس جمهورية. إيش؟ هو وصل على القصر الجمهوري وقرر يبطل، وهذه جملة حتى قايلها حدا بتكتل التغيير. بطل يمارس صلاحياته؟ خلص لحظة اللي وصل بلش يفكر بالتوريث، ألغى حاله ألغى حاله. وقضينا ست سنين وهو عم يفكر، وهو فالل من القصر الجمهوري باللقاءات الأخيرة كان عم يردد نفس الجملة، أنا من يحفظ الإرث العوني. الإرث العوني ايه المسيرة كمان أوكي. ايه. طيب انطلاقا من هون، يعني إذا قلنا أنه حزيران هو الحد الأقصى وعم بيشدد أنه بدنا عامل ما يساهم يمكن أنه بتشبيك هالمثلث يلي حكي عنه، هل عامل أمني، هل عامل اقتصادي، هل عامل إلى آخره. وهل هذا يعني أنه رايحين بشكل أو بآخر إلى دوحة أخرى، أو حتى البعض بيقول ربما إلى طائف آخر؟ لا أكيد ناطرين الجواب كلنا. شو قالوا ناطرين الجواب كلنا. الأكيد مش طائف، واضح أنه ما في يعني أقل من طائف. فوتوا السعودية ما في طائف تاني، يعني بمعنى دستور آخر. لكن رغم أنه في دفش بهذا الاتجاه، زيران أنا برأيي هو موعد أساسي، لأنه الحاكم بس يفل الحاكم إيه، بطل تشوف الدولار بطل تلحقه، وبتكون طبيعي استنزفت الأموال أكتر، وما فيك تروح تبيع الذهب مثل ما حدا عم بفكر. ضيف عليها أنت أنه يعني مفروض تكون استوت المسائل أكتر، ومش ما فيش نية لأخذ لبنان على المستوى الكبير لأنه يفرقع. بالترسيم البحري تبع الحدود أنت عم بتقول أنه خليك معلش ولو تزعج بعض، أنه وظيفة حزب الله بمواجهة إسرائيل حروب هلأ ما في. قال رئيس الجمهورية قالوا الكل أنه هذا المسؤولين بالدولة أنه هذه بتأدي، لأنه هذا صراعات عسكرية أو معارك عسكرية ما بقى فيه هلأ بالفترة المنظورة، مش لازم أنه يكون فيه بحكم ما حصل على المستوى الغازي. طب عال بعتقد أنه حزب الله بيوقف يطلع يا خيطب. أنا أكيد هذه صارت بمسائل لها علاقة، بعتقد قالوا بالعراق لأنه تحسنت، أنا ما بعتقد العلاقة بالعراق، لكن بلحظة تفاهم أو تقاطع أمريكي إيراني، الإيراني كان بسبب الوضع الداخلي عنده الصعب وبده مصاري، وصار في عنده دخل عليه شريك مضارب بالسوق السوداء تبع النفط يلي هو الروسي، فسمح له الأمريكان يكون عنده، أو أنه غض النظر عن موضوع يبيع نفط بمحلات تاني بالسوق السوداء ويقطعه، وكانت مقابلة هاي اللي هون عال. بس بيقول لك خي أنا تب أنت أخذني على تسوية لقدام، وهي الدول جاية عم تحكي إلى علاقة بدولة بتركيبة خارج إطار المحاور الإقليمية، يعني رئيس جمهورية مع رئيس حكومة مع تركيب الدولة إعادة أمارة خارج نطاق الصراع السعودي الإيراني براتهم، ولأنه الدولة كانت من سنة 2016 كان الفريق حزب الله هو يعني هو رئيس الجمهورية، وحتى بعدين رئيس مجلس النواب والحكومات يلي إجوا خصوصا بعد 17 تشرين، فبالتالي يجب إخراج الدولة من هونيك وتركها بالنص. بيقول لك أنا يا خيي ودافع هون،
طيب انا شو المقابل تبعي؟ من هون انطلقت اذا بدك شو بدي اتنازل يعني ما هيك شو بدي اخذ مبيله من هون انطلقت فكره اذا بدك البعض بيقولوا انه حزب الله يريد الذهاب باتجاه نظام تاسيسي جديد والمثلث لكن وهون المثلث بتعني مسائل كثيره بموضوع خصوصا على مستوى اللي كنا عم نعدده هلا ذات وظائف الكبرى طيب لكن كان الرد الغربي انه خي هيدا لا وبتعرف هيدا بده قرار كبير ولذلك كمان نرجع نقول طلع من فرنسا طلع من امريكا وطلع كمان السعودي اجى على لبنان يلي هلا عامل يلي مش بالصدفه عم يطلع وكان متحسس مثلا من موضوع العشاء السويسري يعني كان متحسس جدا بشكل متوتر لانه في هذا الموضوع فاذا عم بيقول له هون لا طيب صار له هلا انه يروح باتجاه فراغات او شهور متتاليه وهون للمناسبه انه التيار الوطني الحر باكثر من مناسبه جبران باسيل حكي عن انه هو مع ضرب الطائف انه تشيله او تجديده او ما بعرف شو تحت صياغ كلامية تانية بس لما بيقول مثلا المداولة بالرئاسات ما هيدا تعبير بس امبارح اكد انه هو مع الطائف هيدا بالشكل بس لانه بس هو فعليا مع ازالته ويروح على الموضوع المطيلتي يعني متفاهم بهذا الموضوع هو هاي روحيته اصلا تربيته نشأته هو هيك شليه وبدي يروح على محل تاني ويلي هو انا برايي خطا مميت للمجموعه لانه بالاخر هاي يعني اي تغيير بيصير بالدستور على حساب المجموعه الذي يدعي تمثيلها بس يعني طلع قدام اذا انت اذا انت خليني يرضى هو اسمح لي بس تروح الامور لقدام بتصير اكبر منك اذا فتحت الباب وفت لجوه بتشرقك شرق مش بالطائف كان بلان هو وترك الباب يفتح وكان عنده غير حسابات طيب انت لما بتروح بهذا الاطار بتطلع بتقول تبع ما مشيت فت فراغ على مستوى رئاسه الجمهوريه اتركوا هالفراغ يمت حاكميه مصرف لبنان تحفي اللي بيهر الموضوع المالي اكثر تحفي واكثر وبيجي من بعده قياده الجيش يلي بعد سنه وشوي كمان اذا بتهر هيدي كلها سوا يعني بتكون عم تجبره للي قدامك من خلال الوضعيه اللي عم تهر كلها لا تاخذه في هذا الاطار لكن بدك قناعتي بالاخير انا من رايي الاستاذ حسين طبعا مش تبصير بس لن يرضى الغرب يلي حاطط برنامجه بالنسبه للموضوع اللبناني تبريده واخذه هي ولا الصراع شو الثمن مش الصراع اذا رايح يتبرد ولا لا انه يدفع هذه الاثمان هو يريد ويدرك انه انت حزب الله بالاخر نحن ندرك انك انت ستصبح حتى ولو عملت هيدا الديكور لهذه الدوله ستكون انت قوه اساسيه ما حدا فيه يتجاوزها يعني وبالتالي ستكون ايضا قوه اكبر من هناك واريد انا ان اتواصل معك لكن حزب الله مش هناك بعتقد بتحليلي مش بكلامه انه هو في هذه المرحله لن يتواصل مع الامريكيين سيحاول الا يتواصل وسيلطى رح تكون المسائل يمكن حتى على المستوى الإقليمي الإيراني متشنجي أكثر ليس فقط على مستوى الاتفاق النووي لكن أيضا على مستوى الصراع مع السعودية ولذلك بدك تقول عندك هالكم شهر بيكونوا صعبين بس سيكون يعني سيشهد هذا الشهر نزاع ما بين وقف قطع موضوع الشغور أو الفراغ الموجود أو هذا وما بين الذهاب باتجاه تسوية رح تاخدوا عليها بالقوة ما بعرف كيف رح نرجع نستكمل الحديث وإنما بعد فاصل إعلاني أخير أستاذ حسين بالنسبة إلى زيارة جبران باسيل المحتملة إلى سوريا برأيك لا يطرح يعني لا يكب هالبالون الاختبار إذا أمكن القول وشو الأصل من الذهاب إلى دمشق مش جديد يعني موضوع الحكي عن زيارة دمشق بس يعني وكمان مش بسيطة أنه يعني عهد ميشيل عون يبلش بالسعودية وينتهي بموفد رئاسي إلى دمشق وإذا بدك يعني محاولة إظهار ملف الترسيم اللبناني الإسرائيلي كأنه ملف الترسيم هي بمفد رئاسي لم يصل إيه لا يعني لم يستطع الذهاب إلى إيه إنه يعني إنه بيروح على السعودية وبيبعث مفد رئاسي بآخر عهده يعني بأول عهده بيروح على السعودية وبآخر عهده بيبعث مفد هو ظهر بدع غير شيء إنه وكأنه من الرئيس الأسد إنه هو ما بده يحرج في خطأ عهد. في خطأ بالإدارة السياسية عند التيار كتير كبير بأصل كل التعامل مع الملف الإقليمي وهو ربطا بحسابات التسوية السياسية كيف بلشت وكيف انتهت
أكيد السوري دعم وصول ميشيل عون، والسوري هلأ ما بي، والسوري ضغط حتى قبل انتخاب ميشيل عون، ضغط حتى أيام حكومة فؤاد السنيورة اللي اسميت حكومة سنيورة اللي أكثر حدا ضغط على دخول جبران باسيل إلى الحكومات قبل أيار 2008 أو بعد أيار 2008 تحديدا، هو اللي ضغط أكثر شيء السوري على موضوع، وما عم بيتعاطى معه إلا بصفته صديق. بس حتما كيف يعني ضغط إنه كان عامل مساعد لجبران باسيل؟ طبعا السوري السوري بمرحلة الـ 2005 عندما سقط التحالف الرباعي ضغط بكل الوسائل وقتها، واللي صار الاعتصام بساحة برج السرايا كان جزء أساسي من هدف هذا الاعتصام وقتها، محاولة تغيير حكومة ما تسمى كانت حكومة الوحدة الوطنية وتعديل الحكومة ودخول جبران باسيل لها. وكان اللي عم يشتغل بداية وبجرية على هذا الموضوع هو الثنائي أمل حزب الله، وكانوا يومتها الخليلين كل ما يطلعوا على الشام يسمعوا نفس الجملة فوق بالشام اللي لها علاقة بدخول التيار. هذا اليوم لا يستطيع أن يتقدم اليوم جبران باسيل على سليمان فرنجي. ما تنسى شغلي كمان، وهذا عطفا عن اللي كان عم بقوله الأستاذ جون، إنه السوري انشلت مرتين اللقمة من تمه لسليمان فرنجي. ما ننسى إنه بال 2004 كان عند التمديد لرئيس أميرلا كان سليمان فرنجي عايش يومتها، إنه خلصت القصة، واللي شال اللقمة من تمه هو الأسد. واليوم وانشالت منه بال 2014 عندما تمت التسوية مع سعد الحريري وسمى سعد الحريري لها، فانشالت اللقمة من تمه مرتين. ما بعتقد اليوم السوري ولا حزب الله مستعدين يفرطوا بسهولة بورقة سليمان فرنجي. طلع جبران أم ما طلع يعني ما بتقدم ولا بتأخر. هل يمكن أن يقدم نفسه سليمان فرنجي مرشح توافقي توفيقي؟ أو كمان مشكل يعني هلأ ما هون السؤال الأساسي راحوا بالمشاكل معه لبعيد. أنا هون ماذا يمكن خليني افترض هون طيب. يمكن اثنين الفريقين المسيحيين لقوات والتيار. كان أستاذ حسين شوير عم بيقول أنه مزبوط جبران بيلعب على حافة الهوي وحافة الوقت، بيستنفذ الوقت كله بالآخر بفرجيك، وبس يوصل هونيك بيقول لك لا أنا برجع وبعملها وعملها عدة مرات، بس مش دايما بتيجي سليمة مثل ما صارت هلا. لكن هون من هاي سياسة الرئيس عون كمان حافة الهاوية ووقت الهاوية لا مش العون بيكب حاله ما هذا بيقول بيكب حاله بيقول لك تعال استقى انت انا ما فارقة معك هلا شو بني حطوله هلا بنشوف الرأي فعليا مش العون الرئيس عون بيطلع الهاوية وبيكف وبيكب حاله فيها بالاخر تركض انت لحتى تشوف كيف بدك تعمل. جبران باسيل لا بيروح على حافة الهوية حافة الوقت للآخر لأنه بيعتبر هيدا في حصل فيه أكثر ما حصل، بس لكن ما بتجي سليمي كل مرة. لكن هون أنا يمكن بتميز عنه يمكن الأستاذ حسين بشغله، إنه هو عم بيقول إنه بالآخر إذا مش الحال مع سعد الحريري مع عفوا سامي فرنجي بيمشي. أنا ما بعتقد إنه بيمشي لأنه عنده عوائق ثلاثة كبيرة ما وارد إنه يمشي فيها. اول عائق عمي عم نحكي عن جبران باسيل ما بيمشي بسليمان فرنجي تحت اي ظرف كان لثلاث عوائق. العائق الاول اول عائق يلي عنده هو لاسباب شماليه. جبران باسيل بعد كل الدعم يلي اخذ وجير كل الدوله واخذ المساحه الواسعه جيرها كلها بالبترول لياخذ الطلع يلي هلا رجعت كانت وصلت للمحل. فاذا لقدام اذا كان سليمان فرنجي رئيس جمهوريه راد ولا ما راد، سليمان اشتغل له ولا ما اشتغل له، حيكون حيتمدد شمالية وهو بيئته شمالية أكثر، وبالتالي هي تخنقني وكان عنده حضور بالبترون وهذا الحضور سيزعجني. فإذا في تهديد مباشر بالمناطق يعني زيتها في تهديد مباشر لإلي. تاني نقطة يلي عنده إياها يلي ما بيمشي معه فيها إنه أنا بس يصير سليمان فرنجي وهو موثوق من حزب الله، وعم نحكي إنه إله صار رئيس جمهورية، أنا ورقتي مع حزب الله، حاجة حزب الله لإلي حتخف لصالح تزداد مع سليمان فرنجي، وبالتالي هون أيني أن أنقار بيني وبين سليمان فرنجي وعدم تفاهم، وقابل يصير كل لحظة أنا رح يتاخد رح تصغر حصتي وأهميتي ورح تكون أهمية أكتر لسليمان يعني فرنجي يعني بكله من صح أنه عند حزب الله صح رح تشلي منه بتعطيه له. ثالث نقطة ويلي هي موضوع التحالف المتين أو العميق ما بين والتفاهم ما بين سليمان فرنجي ونبيه بري والكيمياء الموجودة بيناتهم، وبالتالي أنا هذه الخصومة الكبيرة يلي ولا لحظة أنا وبأسرب عبدة ركبت معه لنبيه بري مع حفظ الألقاب، وأيضا ولا ركبت بالتفاهمات نحن وياه، هذا بيعني أنه حتى لو هدني أول فترة
نبيه بري ما بيخليه انه يجرب انا اقدر اخذ وانا بدي لقوه جوات الاداره او جوات السلطه يلي ممكن انه اخذه. فبالتالي يعني لا يمكن ان يكون جبران باسيل او التياب هو الرافعه المسيحيه لسلمان فرنجي. رافعه كبيره خلينا نقول اذا بيوافق قبل ما تكون الرافعه. ما اذا وافق ما ما بعتقد. هل القوات يمكن ان تكون؟ لا انا كنت اذا بدك دقيق بالتوصيف قبل شوي، انا قلت اذا انعقد النصاب السياسي وأزيلت العقبة السعودية وصار ترشيح سليمان فرنجية أمر واقع وبالتالي وصوله إلى رئاسة الجمهورية ما عاش بحاجة إلى جبران باسيل، هل جبران باسيل ينأى بنفسه بيحاول أنه هو ما له علاقة يروحوا انتخبوه أنا بدي انتقل للمعارضة؟ يا ريت بيفكر أنه هو مشروع معارضة، هو مشروع سلطة، هو بده يفوت على الإدارة على الوزارة، بده ياخد حصصه بكل المحلات، هو مشروع سلطة مش جبران باسيل. اي طبعا بس كانوا مشروع نضال يعني. هذا موضوع ثاني، هذا موضوع ثاني. من 2005 الله يرحم هذيك المرحله كانوا خارج السلطه. ايه وما كان عندهم مشكله بالسلطه. عم نحكي عن هلا، عن هلا بس اجوا على البلد. بس هلا برايك انه بعد ما دقوا السلطه صارت صعبه عليهم ما بيقدروا نهار يغيبوا عنا للسلطه، ما عادش يتحملوا نهار يغيبوا عنا للسلطه، بده يغيب عنا 6 سنين ما بيقدر يغيب عنا 6 ساعات ما بيغيب عنا. لانه تركيبته جديده تأكيدا على كلامك، عفوا لو قطعتك. لا ولا تركيبته جديدة بالسلطة لما نوصل رئيس عون لرئاسة الجمهورية ايه بنيها على اساس المصلحة ضمن ضمن السلطة، وبالتالي هاي راح تأثر عليه بس طلع راح يزال. اللي بعت له اياه لرئيس الحكومة شو هي؟ حي يرزق المدير العام للأمن العام اللي وقع بيس ابراهيم. بعت له ورقة 3 صفحات شو هي مطالبه؟ شو هي؟ بتبلش من قيادة الجيش وحافظ وبتنتهي بمحافظ كسروان. كلها مطالب يعني مطالب سلطوية. سلطوية ما طالب لا بالإصلاح السياسي ولا بالغاء الطائفية السياسية ولا مجلس اقتصادي اجتماعي ولا نعدل المجلس الدستوري نعطي تفسير لهون ولا مطلب إصلاحي. وهل هي برأيك نفس المطالب يلي طلبها من سليمان فرنجي؟ يقال إنه وقت اللي كان في مفاوضات مع تيار المردة ما فتح الباب. أنا بعتقد لهلأ جبران لم يفتح الباب إطلاقا مع سليمان فرنجية. أنا موافق على القول بس لم يقال أنه مبحث. لا لا بس لا. أنه قال عنا سليمان فرنجية جرت محاولات قال سليمان فرنجية أنه بهالحالة إذا بدي نفذ هذه المطالب أنا بكون أكيد رئيس جمهورية وجبران بيصير بيكون الحاكم. لا لا هي لو صحيحة هاي الخبرية أكيد بيقول هيك وأكثر من هيك سليمان فرنجي 100%. بس عم نقول هل قعدوا اثنيناتهم مع بعض وانه صار هذا الحوار؟ لا. بس اليوم أنت اسأله لسليمان فرنجي إذا هلأ أنت جيت عط أنت وياه وإذا قال لك بدي 1-2-3 بتقبل معه؟ بيقول لك لا أكيد لا. بهذا دفتر الشروط اللي بده يعطيني إياه تيلزمني فيه أنا 6 سنين وأنا أقبل لا، أفضل أنه ما عمل رئيس جمهورية. يعني بتصير أنه بين الرئيس والحاكم. بدي بلش أختم معك. إذا عندنا مرحلة هلأ من الشهور الرئاسي يتراوح يعني بين الربيع وبين بداية الصيف إن شاء الله قبل كمان ما بنزعل. لا لا يعني. أوكي هيدا عم نحكي حدا أقصى. إن شاء الله أنه ما بتطول أكثر. الوضع اللبناني ما بيحمل. ما ننسى يعني عن جد هلا نحن عم نحكي سياسي وقاعدين بالستوديو مرتاحين بس انه في ناس اليوم بالبلد، في ناس مش عم تقدر طعمي ولادها، في ناس مش عم تقدر تجيب، في ناس عايشين على العتم مش عم يقدروا يحضروا شيء نهائيا. اليوم في ناس ما قدرت توصل على بيوتها من انه الزباله على الطرقات. يعني وزير الاشغال بقول لك حرام. نحن ما فينا نقول الا انه ان شاء الله فتره الفراغ ما تدوم كثير. بالوقائع السياسيه تحتاج القصص الى معطيات ماديه ملموسه. هاي المعطيات بالعكس يعني اللي صار بالايام الاخيره من صدور مرسوم القبول الاستقالي الى تطيير الحوار عناصر سلبيه تزيد تأزيم الوضع. العنصر الإيجابي بالموضوع مثل ما كان عم يقول الأستاذ جوني إنه اليوم المناخ الدولي والمناخ الإقليمي لا يريد الاستاتيكو الأزمة بحدوده الراهنة أن يزداد تأزيما أكثر فأكثر. عندك مجموعة عناصر بتساعدك بأخذك بأكثر. عندك اليوم موضوع الغاز المصري والكهرباء الأردنية. إذا الأمريكاني ناوي يعمل خطوات جدية بهذا الموضوع نحن زدنا التعرفة بيبقى موضوع الهيئة الناظمة. هل يمكن تدوير الزوايا بهذا الموضوع حتى يعطوا إشارة للبنك الدولي؟ إذا قرروا الأمريكان يوصلوا الغاز المصري والكهرباء الأردنية هناك مؤشرات إيجابية في المرحلة المقبلة. إذا دورة التراخيص بالبلوكات النفطية اللي كنا صرنا فاتحينها 2 سنين وما عم يجي ولا شركة، بلشنا نلاقي الشركات عم تسجل أسماء ربطا بموعد الحفر بالبلوك رقم 9، بلشت تجي شركات دولية على لبنان، هذا عنصر إيجابي. إذا الفرنسيين مع توتال عجلوا موعد التحديد الحفر الاستكشافي بالتوتال، هذا عنصر إيجابي. بدك تراقب المشهد بالمرحلة المقبلة كله سوا.
تأختم معك بالنسبة سؤال حول إسرائيل ووصول بنيامين نتنياهو من جديد إلى سدة السلطة، برأيك هل هذا الأمر يمكن أن يغير المعادلة فيما يتعلق بالترسيم، أو أن ما كتب قد كتب بهذا الشأن؟ إن إذا بتروح لقالون ما بعرف الوضع داخل إسرائيل، بس لكن هذا طبعا أنت جاي لعندك هلأ حكومة صارت معروفة الأكثر تشددا أو الأكثر ليكودية كيف يقولوا أصولية، صح، متطرفة، لا هي يهودية أكثر تطرفا، لأنه عم يفاتوا بنقاش اليوم حول أنه تصويت يهودي ضد الإسرائيل يعني كل إسرائيلي غير يهودي صوتوا ضده، والمقلق وبالتالي انتصرت الكهنية، عنوان الصحف الإسرائيلية بعد الظهر كلها انتصار الكهنية. هاي المجموعة المتطرفة اللي كان عندها 7 بتنط للـ14، هذا يعني الشارع عنده الإسرائيلي بهاي الحكومة اللي جاي مثلا، راح تشوف انت الحمائم راح يكون نتنياهو، راح يكون هو الأكثر اعتداد، هي اللي بدك تشوف أول شيء شو راح يقدر الإبراهيمي. واحد اليوم بعث لي إنه الإبراهيمي بنيامين نتنياهو مقابل بن غفير يعني. راح تشوف كمان قديش عندك الحقائب كيف ممكن توزع، وهني بدوا الحقائب الأمنية وهي مشكلة، بس لكن هاي بتطير، لا لأنه بعتقد بدك أنت معاوز الأمريكاني يتدخل أكتر، رغم أنه جاي هاي الحكومة على أو هذا المناخ على خصومة مع الإدارة الديمقراطية، بس لكن بالآخر الولايات المتحدة الأمريكية تبقى الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقتها مع إسرائيل في حدود ما فيها تطلع فوقه، ولا بتقلها أنه وبتعرف أنه ممكن تتعاقب من بعد إسرائيل في حد ما فيك تطلع فوقه، بس لكن أكيد بدك مجهود أمريكي أكثر. لكن اللافت اليوم سريعا، أولا المستوى الاختراع كان الأعلى منذ فترة طويلة، يعني في تحفيز داخلي، لأنه كمان صار المجتمع الإسرائيلي بده يحسم الأمر يعني. لا لازم يكون كل هذه الانتخابات، هذه 5 انتخابات، مش لأنه بده يحسم، مفروض يكون تعب وما تعب يعني معبأ أكتر، أنه أنا بدي روح باتجاه مشروع، بدي روح باتجاه شيء معين، معبأ باتجاه اليمين يعني اللي راح عطى اليمين والمتطرفين بهودة داخل الحكومة. 3 تراجع على مستوى التصويت العربي، يعني كمان هذه في انكفاء، المفروض تشوف لقدام أولا كيفية تركيب الحكومة مثل ما عم نقول، الحقائب الأمنية وزارة الدفاع اللي هي أساس، وأيضا وزارة الأمن. 3 كيفية التعاطي مع الفلسطينيين، هودي عندهم مشروع يطيروا الفلسطينيين من الضفة الغربية، وهون في قلق كبير مش عند الأردن يلي دائما كان بيرجع بعيش هاجس تقسيم الأردن إلى 2، وبالتالي الترانسفير يلي ممكن يعملوه. 4 أنا برأيي ممكن يعمل ضغوط من وقت إلى تاني باتجاه الوضع الواقع في لبنان، بس يجب أكيد التنبه، أنت ببركان خصوصا أنت عندك إلى جانبهم بمحل ليس ببعيد، برجع بقول لك تصاعد التوتر أكثر على المستوى السعودي الإيراني وتفجره في اليمن، وهذا كله أنت قاعد بالنص، لذلك أنه مفروض تكون واعي، بس أكيد على مستوى السلطة السياسية ما حدا واعي، بس ما في غير عن مصالحهم. الأستاذ جوني منير والأستاذ حسين أيوب، بدي أتشكركم على هذا اللقاء. شكراً. كمان بدي أتشكر الأصدقاء المشاهدين على متابعة هذه الحلقة مع وليد عبود. طبعا اللقاء يتجدد الأربعاء المقبل، تصبحون على ألف خير.